للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف السيد أحمد كامل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أرحب بك أستاذ في نشرة أخبار الثالثة، ونتحدث بداية عن المنصة التي تشير بيانات أو قاعدة بياناتها إلى وجود نمو شهري متزايد. يعني لو تطلعنا على تفاصيل المنصة العقارية بيتي. مساء الخير، نشكركم على الفرصة لتسليط الضوء على منصة بيتي العقارية. ونعم، تشير قاعدة البيانات المنصة أن في عدد كبير من المستخدمين وزيادة في عدد المستخدمين للمنصة. طبعا هاي الزيادة في عدد المستخدمين نتيجة لتوفير خيارات متنوعة من العقارات اللي تتماشى مع التمويلات الإسكانية اللي توفرها الوزارة من خلال برنامج تسهيل ومزايا الفئة المستهدفة. وطبعاً المنصة توفر عدد كبير من العقارات ومتنوعة الأنواع، مثل الفلل والوحدات السكنية والقسائم والشقق السكنية، موزعة على جميع المحافظات والمناطق في مملكة البحرين. نعم. والأهم من ذلك يعني سهولة ومرونة استعمال المنصة من المواطن. يعني اليوم المواطن يقدر بكل سهولة أن يفصل عملية البحث بحسب احتياجاته، بحسب المساحات اللي يحتاجها، بالسعر اللي يتماشى مع قدرته المالية، بحسب المنطقة اللي يحتاج يكون فيها للحصول على اللي هو الوحدة السكنية اللي يتماشى مع احتياجاته واحتياج عائلته البحرينية. نعم. طبعاً بالإشارة إلى أن في عدد كبير من المستخدمين في المنصة، في عدد بعد كبير من الشركات والوكالات العقارية اللي شاركت في المنصة، في تقريبا 43 شركة ووكالة عقارية في المنصة اللي توفر من خلالها 11500 عقار. طبعا هاي يمثل قيمة إجمالية بتقريبا 1.3 مليار دينار بحريني. نعم نعم أستاذ أحمد، يعني في ظل هذه التسهيلات التي تقدمها المنصة، هل يمكن للمواطنين التقدم بطلبات التمويل الإسكانية عبر المنصة وأيضا إنهاء شراء العقار بما يتوافق طبعا مع شروط ومعايير الوزارة؟ طبعا يمكن للمواطن أن يقدم الطلب من خلال المنصة، ولاحظنا أن اليوم نسبة الطلبات على من خلال المنصة 58% تمثل طلبات على التسهيل، تمويل تسهيل، و22% تمثل طلبات مزايا، وطبعا 20% مزايا الفئة المستهدفة. وهاي السبب انه في من خلال المنصة وضعنا كل الشركات العقارية والعقارات زائدا البنوك التجارية الممولة في المنصة، فسهلنا العملية على المواطن وربطناه مع جميع الجهات المختصة عشان يخلص عملية الحصول على الوحدة السكنية التي تتماشى مع احتياجاته. نعم، السيد أحمد كامل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.